النهاردة هنتكلم عن ليكتشر التانية من كورس داتا كوميونيكيشن. بس قبل ما ندخل في الليكتشر التانية، خلينا بس نراجع شوية حاجات كنت قلت في الديسكريبشن بتاع الليكتشر الأولانية، إن هنعدي عليها بسرعة بحيث نلخص القوانين يعني ونفتكرها. كان في المسألة دي قدرنا نعرف القوانين بتاعت الترانسميشن ريت، وقلنا إن هو بيساوي البيت ريت على عدد السلوتس، تمام. وقلنا برضو ان لو عايز اعرف الفايل السايز بتاع فايل معين، بجيب عدد البيتس بتاعت حجم الفايل نفسه على الترانسميشن ريت اللي طلع لي من هنا، ولو قال لي مثلا ان في وقت الاستابليش كونكشن فبجمعه على التايم اللي طلع لي من هنا، تمام. دي كانت حاجة. تاني حاجة بالنسبة للمسألة دي، احنا كنا قلنا ان الباكيت سويتشنج بيقلقوا مور يوزرز تو يوز نتورك وكده. احنا قلنا مش هنهتم قوي بالديتيلز وقتها، لكن لقيت ان الدكتور شرحت يعني جزء فيها نقدر نستنتج منه قانون السيركت سويتشنج، بحيث ان احنا نبقى فاهمين اكتر لو جالنا مثلا حاجة ليها علاقة بالموضوع. فالقانون اللي ممكن نقدر نستنتجه اللي هو لو اداني اكزامبل زي ده كده وقال لي السيركت سويتشنج يقدر يستحمل كام يوزر، عدد اليوزرز اللي السيركت سويتشنج ده يستحمله، تمام. طيب فانا هجيبه ازاي؟ انا هجيب اول حاجه المعطيات اللي عندي، ان هو بيقول لي ان الكباسيتي بتاعه اللينك 1 ميجا بت بير سكند، وبيقول لي ان هو بيقدر يبعت 10 كيلو بت بير سكند، تمام، اليوزر الواحد. وقال لي ان 10% منهم بيبقى اكتف، 10% من التايم بيبقى اكتف يعني. فخلينا نسيب دي دلوقتي، خلينا بس نطلع القانون اللي بيقول الماكسيمم يوزرز بيساوي الكباسيتي بتاعت اللينك، تمام، اللي هي 1 ميجا بت بير سكند، تمام، على ال 100 كيلو بت بير سكند. فلو قسمتهم هما الاثنين على بعض، 1 ميجا بت يعني 1000 كيلو بت، يبقى 1000 على 100 هيدينا 10 يوزرز، يبقى ده قانون نبقى واخدين بالنا منه يعني. بس طيب لو جه يوزر 11 في وقتها، انا مش هقدر اديله مكان، مش هيبقى ليه مكان عندي في السيركت يعني. دي الفكرة. طيب ازاي بقى الباكت سويتشنج احسن؟ الباكت سويتشنج بالبروبابيلتي اكتشفنا ان الفاليو اللي طلعت لي دي طلعت لي لما انا مثلا كنت جبناها بالبروبابيلتي ازاي عموما يعني. لو انا مثلا كان عندي الحجر بتاع الطاوله ده او النرد ده، لو فاكرين في كورس البروبابيلتي، فانا كنت عايز اعرف مثلا احتماليه ان ده يظهر قد ايه. فكذلك نفس الكلام مثلا احتماليه ان الواحد يظهر، فبقول 1 على 6، احتمالية الاتنين تظهر يبقى 2 على 6 وهكذا. فكذلك عملنا نفس الموضوع هنا، قلنا 1 على عددهم، 1 على 10 يوزرز. طب و90% الباقيين وهكذا بقى، قلنا 90 وهكذا، نفس الفكرة دي يعني، بس الدكتور ما اتكلمتش عنها كتير. فقدرنا نوصل للرقم ده. طب ده فادنا بإيه الرقم ده؟ لما نعمل كومباريزون بين السيركت سويتشنج والباكت سويتشنج في الاكزامبل ده، فهنلاقي ان السيركت سويتشنج بتقف عند ال10 يوزر، ما بيبقاش فيه بيرفورمانس كويس خالص، لكن الباكت سويتشنج البيرفورمانس بيبقى موجود لما انا ازود عن 10 يوزرز. لو خليتهم مثلا 20، فهلاقي ان كل ما يعني كل يوزر بزوده مثلا البيرفورمانس بيقل معايا بالمقدار ده، تمام. فيعني اللي هو حاجة طفيفة جدا، مش فارقة، لكن ستيل الباكت سويتشنج زود لي عدد اليوزرز وقلل لي بيرفورمانس بسيط جدا ما حدش يلاحظه. فعشان كده الباكت سويتشنج هو احسن من سيركت سويتشنج يعني في الاكزامبل ده، تمام. بس يعني هي دي الحته اللي كنت عايز اعمل عليها. وبالنسبه للجزء ده كنت حابب اوضح يعني الفرق اكتر ما بين الترانسميشن ديلي والبروباجيشن ديلي، تمام. ثانية ممكن نوضحه بسلايد أكتر. بالمناسبة المثال ده يعني وظيفته إن هو كان يوضح لنا، احنا اتكلمنا عنه بسرعة عشان ما نزودش حجم الفيديو يعني، لكن هنا هنتكلم عنه بالتفصيل أسرع بحيث يعرف لنا الفرق ما بين ال transmission delay وال propagation delay، تمام. وفي نفس الوقت في مثال تاني بيعرف لنا ال queuing delay، فنبقى فهمناهم أكتر يعني، دي زيادة فهم بحيث نبقى فهمنا الموضوع أكتر. طيب ال transmission delay، الترانسميشن ديلي بيبقى معتمد على الباكت لينث، تمام، واللينك باند ويث. يعني ايه؟ يعني هو ملوش علاقة بالفيزيكال لينك اللي انا همشي فيه، لكن هو ليه علاقة باللوجيكال لينك اكتر، اللي هو بيشوف الباكت لينث
والباك لينث واللينك باندويتس اللي هو اللينك ده هيقدر يستحمل قد ايه، تمام. لكن ملوش علاقة بالماتيريال بتاعت اللينك ايه، ملوش علاقة بأي حاجة غير كده بس، تمام. فعشان اجيب الترانسميشن ديلي بقول ال على ار اللي هو الباكت لينس على لينك باندويت، تمام. طيب والبروبجيشن ديلي ده بقى بيعتمد على الفيزيكال لينك، لينس اوف فيزيكال لينك يعني ايه؟ يعني بيشوف مثلا اللينك ده اللي انا همشي فيه هيبقى ظروفه ايه، هل هو سريع جدا ولا بطيء، هل مثلا اللينك ده طوله قد ايه. يعني مثلا لو انا هبعت فايل من هنا مثلا من عندي لحد مثلا مكان بعيد جدا، هل هيبقى زيه زي مكان قريب؟ فاكيد هياخد وقت اكتر. فدي الفكره، البروبجيشن ديلي بيوقف على اللينث اوف فيزيكال لينك وكمان على البروبجيشن سبيد، تمام. فبجيبها ازاي؟ بجيب دي على اس اللي هو لينث على البروبجيشن سبيد، تمام. بس ده اللي كنا عايزين يعني نفهم الدنيا فيه اكتر. في بقى مثال تاني بيفهم لنا الكيوينج، تمام. طيب بالنسبه للكيوينج ديلي بنفهمه ازاي؟ طيب الكيوينج ديلي بقدر اتحكم فيه بثلاث حاجات، اقدر اتحكم فيه اظبطه بثلاث حاجات. اول حاجه الار اللي هي الكباسيتي بتاعه اللينك او اللينك باندويتس، تمام، اللي هي الكباسيتي يعني هي. وتاني حاجه اللي هي الباكيت لينث اللي هو ال، وتالت حاجه اللي هي الارايفل ريت، تمام. فدول الثلاثه متريسيز اللي انا اقدر اتحكم فيهم في الكيوينج ديلي. طيب في قانونين بقى نستنتجهم من هنا. اول قانون بيقول ان انا لو عايز اجيب عدد البيتس اللي عدد البيتس بير سكند اللي بيحصل لها سيندنج، تمام، فانا هعمل ايه؟ هقول ال في ايه، هقول ال في ايه، تمام. هكتب لكم القوانين دي يعني. طيب ولو انا عايز اجيب ترافيك انتنستي اعمل ايه، او الزحام المقطع بتاع الترافيك او كده اللي هو حجم الشغل اللي المفروض اعمله يعني على الترافيك دي او على الكيو ده، هعمل ايه؟ هو جاي قايل ال في ايه على ار، ال في ايه على ار اللي هي الترافيك انتنستي، تمام. بس دول القوانين اللي كنا حابين نستنتجهم ونفهم اكتر الفرق بين الليز، انواع الدليز يعني. اخر حاجه بقى تعالى نشوف المثال ده بيتكلم عن ايه. المثال ده كان بيقول ان انا دلوقتي لو عندي كان مثلا لو انا عندي مثلا موقع وعربيات بيمشوا ورا بعضه، فالمفروض ان الترانسميشن ريت بتاعهم ثابت اللي هو 100 كيلو متر. الترانسميشن ريت قصدي الترانسميشن تايم 12 سكند، تمام، والبروباجيشن 100 كيلو متر بير اور يعني. فال12 سكند دول ده الترانسميشن ديلي، ده ثابت يعني، ده ثابت معانا ما بيتغيرش. لكن البروباجيشن ديلي هو اللي ممكن يزيد شويه، لان انت ده زي ما قلنا ممكن الطريق مثلا يكون مكسر، ليه علاقه اكتر بالفيزيكال لينك يعني. فبيقول لي التايم اللي هياخده عشان يوصل للتولبوت ده، يعني يعدي التولبوت ده مثلا يوصل للي بعديه، تمام. وعدد العربيات اللي عندي بيقول لي على افتراض ان هم 10 عربيات، فيبقى كل واحده فيهم هتاخد نفس الوقت بتاع الترانسميشن ريت، لان كل واحد فيهم تاخد 12 سكند، فيبقى 10 عربيات في 12 سكند 120 سكند، تمام. ده الوقت الموقع هياخده يعني. طيب لو انا بقى عايز اجيب البروبجيشن ديلي من اول عربيه لتاني عربيه، تمام، فبيولوجيك يعني هقوم جاي اقسم المسافه على السرعه بتاعت العربيه نفسها، بس المسافه اللي هتقطع سرعه العربيه اديني واحد هيديني 1 اور يعني، ده التايم اللي هياخده علشان العربيه الاولى توصل عشان قصدي اخر عربيه توصل للعربيه الاولى بس. فهي دي الفكرة، ان هي توضح لنا المفاهيم بس بتاعت ال propagation delay وال transmission delay. وبرضه بصوا في الحتة دي تاني وفهموها اكتر، لان الدكتور برضه اكدت عليها يعني، قالت ممكن يبقى فيها اسئلة كتير يعني. فهي الفكرة ان تبقى فاهم الفرق ما بين ال transmission delay وال propagation delay. وزي ما قلنا يعني ان ال propagation delay بيتأثر اكتر بال physical link، بالمسافة، تمام. ال transmission delay ملوش علاقة بده كله، هو ليه علاقة بس بال file length، ال speed نفسها كده يعني. هي دي الفكرة.